بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن عند أحد شباب مدينة مسعد، إبراهيمي، الشاب إبراهيمي سعد. إبراهيمي سعد له مشكل يجب تداركه أو في أقرب الأجال. الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وداووا مرضاكم بالصدقة، ما نقص مال من صدقة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الأخ سعد، ممكن نعرفه من وقت بدأ لك المشكل هذا؟ دالي من 2000 أواخر 2012. 2012 اي، وانا مرض نعالج لي يومنا هذا. عندي كلب، عندي افال بفتو، تميت نعالج واحد 6 سنين ولا 7. في 2019 قال لي ندير لك عملية. رحت لتونس، رحت للجزائر، قال لي لازمك عملية. ظهر بديت المرة بتزير ولا بتونس؟ بديت بتزير. بتزير وين رحت بالضبط؟ رحت القصوم، رحت القصوم، قعدت 3 سنين نعالج عندها. وبعدها بعد قصهم شوية معنا حسيت روحي ما نجحت زين. عاودت رحت الوهرن، قعدت واحد العام هذا. بعد وهرن عاودت رحت تونس 3 سنين وانا نعالج في تونس. بعدها قال لي لازمك عملية. ضا عملية حسبوها 172 ثم في تونس ذاك الوقت، في ذاك الوقت في 2019. عاود جيت الجزائر هنا، قال لي لاسونس، داروها لي. رحت للبريفي، البريفي داروها لي بلاسيونوس، داروا لي العملية، داروا لي لافالف. بعدها قعدت عامين، قعدت عامين و3 سنين وانا شوية نريح، نعاود نرجع كي يقول بعد العملية شغل. بعد بدرت العملية تنفس شوية، وبعدها بديت نقبل، بديت ندهش شوية. 2000 ودركي حاليا في ذا الوقت هذا عاود رجع لي لافالف الاخر، جات لادروات عاود تفتح، وعندي القلب الايسر ضعف. قال لي يلزمك دركي زرع قلب، زرع قلب هنا في الجزائر ما كانش، لازم الخارج، لازم الخارج، لازم تروح الخارج. قال لي روح لفرنسا ولا تونس، وهنا التكاليف، شغل التكاليف برا ما نقدرش انا عليه. قال يلزمك ياسر، تباين ياسر درام، لا ما نقدرش، ما عرفش ان معرفش واش ندير. قبيله قالوا لك نديروا قبيله، ما رحت للخرزاي الواحات، رحت الواحات دا، رحت للطبيب تبع، قال لي لازم نديروا لك فيلا باش باش تنشط لك القلب تاعك شوي. قال لي لازم تطلع مصطفى باشا يدرس الدوسي. عاود رجعت لمصطفى باشا، مصطفى باشا ثم قال لي ندرس الدوسي ونعاود نايطلع. تليق لك البيلة ولا ما تليقلكش؟ راني اليوم نستنى لهم ما كانش. قداه المدة اللي رحت فيها لمصطفى باشا؟ قال راني في 20 يوم. قال لي سمانة ونعيطوا لك، ما عيطوليش اليوم. اليوم شنو الرسالة والنداء اللي توجهوا للمحسنين وأهل الخير؟ قول لهم كان تعاونوني، راه يلزمني نخرج للخارج، يلزمني زرع قلب. أنا ما كانش زي زرع قلب، يلزمني تروح برا باش نزرع قلب. هذه اللي قالوها لي، دوراني نزرع قلب دركي راني ما نجمش. شغل عييت عندي هذاك هنا 9 سنين ولا 10 وانا نعاني كما راك تشوف. ما تمكش تحرك ولا والو. جبت بعد ما درت العمليه عدت نتحرك لاباس، عدت نفس شويه نروح نمشي معناها نورمال. بعد عاود نعاود نقبل كي يقول شغل، نجيب 5 شهور 6 لاباس، ونعاود تحسب 10 8 في الفراش ما نتحركش. هذه درك نطلب من المحسنين الجمعيات يعاونوني، شوفوا لي وش يديروا لي حل، والله يعاونوني. المهم الله غالب، انا ما ضقتش زوالي، ما ضقتش. اي كنت سعد، نعرفوا كم عمرك؟ العمر تاعك 32 عام. الله يبارك. وانا من مرضت عديت 23 عام الى يومنا هذا. 9 سنوات
ايه راني في 32 عام وما لقيتش كيفاه نخدم برا، ما عطيتش، جريت 9 سنين هذه ولا 10 ما قدرتش، حتى الشيخ ما يقدرش باش جرى ثاني ما كانش معنا مدخول ما كانش. إذن من خلال الشاب سعد نوجه نداءنا ورسالتنا لكل المحسنين أهل الخير. شباب مسعد، هذه هذه هذا هذه حزتكم كما يقولوا، دور شباب مسعد. شباب مسعد نعرفه بنخوته وأنفته، نتمناه أنه يوقف موقف مع أخينا سعد، ربي يشفيه ويعافيه. جمعيات خيرية، أهل البر والإحسان، أهل البذل والعطاء، ونحن في الصيف وما أدرك من الصيف، والشاب سعد شاب في مقتبل العمر، يناشدكم ويسألكم الله سبحانه وتعالى أن تقفوا معه في محنته. الله سبحانه وتعالى سيقف معكم في محنتكم. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يحضر معنا الشاب حمادة أروح، الشاب كما انتهى هنا، شاب حمادة منصور من فرسان خيري الخير في شباب مسعد. هو شاب هذه المعاناة كيف وأنت تعيش هذه المعاناة، معاناة شاب مسعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صراحة هي جزم اللسان عن تعبير. كي تجي تشوف حالة كيما هذه خونا سعد ربي يشافيه إن شاء الله، ما تلقاش تقول صراحة، ما تقدرش الحالة تاعك، ما تقدرش كي تشوفه كيما هاك يعاني، ما تقدرش تهضر، ما كاش كيفاه. نطلبوا من الناس الخير، الناس كيما يقول لك كامل 48 ولاية كامل لازم تعاون. هذا خونا سعد راه ينشط في أهل الخير أهل البر والإحسان، لازم نقفوا معه، لازم نقفوا وقفة رجل واحد، لازم في أقرب الأجال باش تشوف حالة كيما هذه. الإنسان يشوفها في نفسه، حنا رانا نمشيو نتنفسو ناخذو ودا لاباس علينا، كاين خونا راه مقبول، لازم نقفوا، لازم نديروا اليد في اليد، لابد نديروا في أقرب وقت إن شاء الله. حوس على الناس اللي ناس البر والإحسان أهل الخير باش نتحركوا في أقرب وقت، لازم نتحركوا، لازم خونا راه مقبول ولازم نعاونوه. واللي يحوس صح يشوف، يجي يشوف حالته كما يقولوا في الشاشات، ما نقدرش نعرف حاله تاعو، يجي يشوف حاله تاعو يعرف صح، يحس باللي خونا مقبول. كما يقولك 10 سنين راه مش حال، مش راه ياسر، صح 10 سنين معاناه، 10 سنين ومسكين الوالد على جهدوش قاد العائله تاعو، زوالي مسكين، وربي الوحيد وعنده طفل واحد، ربي ان شاء الله يتمنوا الناس تعاون، نتمنوا ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. اذا نعيد ونكرر نداءنا لشباب فرسان الخير بمسعد، الجمعيات الخيرية في مسعد، أهل البر والإحسان في وطننا الجزائر. الناس ياسر الخير، كاين الناس ياسر حابين يديروا الخير، ها هو الخير. ممكن الأخ سعد تعطينا رقم الهاتف نتاعك إذا كان اللي حاب يتصل بك ويعاونك. سبعة ستة سبعة ستة سبعة وتسعين سبعة وأربعين سبعة وأربعين اثنين وسبعين ثلاثة وخمسين إذا سبعة ستة سبعة وتسعين سبعة وتسعين سبعة وأربعين اثنين وسبعين ثلاثة وخمسين. ماذا عسنا أن نقول؟ الله إن شاء الله، الله يسخر لك أهل الخير إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله ربي يسخر لك أهل البر والإحسان في وطننا. وهذه راه حاجة قال المتفرق بين الخاوة قليل كيما يقولوا الناس بكري، المثل الشعبي. إن شاء الله أخونا سعد إن شاء الله الناس توقف معاه، أهل الخير يوقفوا معاه، المحسنين يوقفوا معاه. شباب مسعد والذي نعرف عنه أنه شباب ذو المواقف، يقف في المواقف الصعبة، في مواقف الخير، في مواقف البر، في مواقف الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا سعد الشفاء العاجل إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، ويعود
شابا يافعا بذو صحة جيدة إن شاء الله. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وربي يفتح على أخينا سعد، وربي إن شاء الله يسخلوا كل المحسنين إن شاء الله. ننتظر منكم الدعم والخير والبر والإحسان إن شاء الله.